إن الحكومة التشادية بذلت جهودا كبيرة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي نتج عنه ميلاد هذا المشروع المتعلق بالتغيرات المناخية، والذي أطلقته رسميا وزارة البيئة والصيد بالتنسيق مع شركائها بمنظمة الشفافية التي تعمل ضد تأثيرات التغيرات المناخية، وذلك خلال المؤتمر عبر تقنية الفيديو. إنه مشروع يحتوي على استراتيجيات من شأنها تخفيف التأثيرات المناخية، ذلك حسب ما أدلى به مدير التربية البيئية بوزارة البيئة. هذا المشروع يعني هو نتيجة من يعني مشاركة شات في الندوات العالمية في هذا المجال. يعني فعام الماضي كنا في مدريد في إسبانيا، فوجدنا يعني في منظمات تريد تساعد الدول في هذا المجال، فنحن ايضا قلنا تشاد يعني هي الحوجه يعني محتاجه لمساعده في هذا المجال. المدير العام الفني لوزاره البيئه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ممثلا للوزير قال ان هذا المشروع سيساعد الحكومه في مساعيها لمكافحه التغيرات المناخيه، ويعمل على مدار عام بتكلفه ماليه تقدر ب 170 الف دولار امريكي. من ناحية الشركاء من دولة فرنسا وألمانيا أبدوا جاهزية منظمتهما لتمويل هذا المشروع، إذ أن البلاد تعد عضوة بمنظمة الشفافية ضد التغيرات المناخية.